قولنا كبير رحمه الله على كل فرد من رعيتنا أن يحسن أن يحس بظلم أن ظلمه. لقد حجزت لك كركزة طن عليه يتقدم إلينا بالشكوى، وعلى ما يتقدم الشكوى أن يبعث بها عن طريق البريد البرق أو البريد ذكرت طن طن المجاني على نفقتنا، وعلى كل موظف بالبريد والبريق البريد والبرق أن يتقبل ذكرة طن، وليعلموا كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية. لا أريد في حياتي أن أسمع مظلوما، ولا أريد أن يحميني الله وزر أو ظلم أحد. هم اثنين بالقلب الدماغ، أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوما. هو بالعربي؟ بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. ثقافتك إيه؟ ألمانية. ألمانية؟ يس. جيف مي هامبورغ. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. برافو. تعرف كده أحسن؟ طبعا أحسن. تعال يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف. هذه بلاد الحمد لله، بلادنا ملكا وحكومة سائرون بإذن الله على هذا المنهج، وسنحافظ عليه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى سلطان الجواب اقراها لحد